كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. كنوز اف ام كل يوم لقيت هذايا في اسمه مزيان وقيت الكوتشينغ مع سناء. غو بونجور الناس الكل. مرحبا. باش نحكيو اليوم على تنظيم الوقت. برشا ناس تعيش معانا تكون ديما على اعصابها، ديما ستريسي مزروبه كيما نقولوا احنا، ديما ترغب تشحق ما تلحق، وزي ديما نهار طول وهي تجري. وكي نجيو نسالوهم على السبب يقول لك الناس الشخص هذاك موش منظم ولا ما يعرفش كيفاش ينظم روحه وحياته. ابغي دير الناس هذيه موش من نوع الناس اللي ماهيش منظمه، موش منظمه حياتها. دونك هي بلوتو ناس ما تعرفش كيفاش تنظم وقتها ونهارها. لكن مع شويه نصائح كالعاده نجموا نرجعوا كل امور وترجعوا تتنظموا. دونك احنا كما تسنفناكم مستمعينا كل نهار اثنين عنا اندي في مع واحد مع ايكيب اسمه مزيان. دونك طلعوا لي شكون مع شكون دي في جمعه ذي. وائل. وائل مش منظم؟ اني لا لا وائل منظم. مالا مش وائل؟ مقرون مقرون. زيدوا طلعوا شوي. انهار انهار انا جبوك انا ريس الوقت مش منظم الهار. دونك ادي في الجمعه دي باش يكون مع انهار اللي اباغ الضحك وتفديك وشغب. انهار شخص في الحياه معناها مسؤول جدا، تعمل تعملوا عليها في كل وقت وفي كل شيء، تخدم لا هي بالدار ولا هي زاده بهواتها وباقي الامور الاداريه البرة من الدار. لكن مع كثر المسؤوليات يخلي الواحد ديما يجري ويشحق ما يلحق. دونك ديما يجري ديما على اعصابه، سي بوركوا نلقاو انهار ديما تجري ديما مزروبه. وفي الحاله هذه تورينا انه يكون الدافي، معناها بلوتو قررنا انه يكون دافي جمعه دي مع انهار في تنظيم الوقت. دونك انهار تو برون دي نوت والمحاسبه تكون ان شاء الله نهار السبت الجاي. نبداو باول حاجه واللي هي ليستا نتاع المهام المطلوبه منك اللي انت لازمك تحضرها وترتبها حسب الاولويه. ثاني حاجه فما تابلو معناها بيان سور فما ليستا بلوتو مش تابلو. ثاني حاجه حدد وقت كل مهمه، قسم المهام نتاعك على جمعه كامله، حاول تختار الوقت المناسب لكل تاج وحتى المده اللي باش تستغرقها فيه. كل ما تقدم في الليتاج ديما اصدر شنو ناخذك في الليسته، وكان حسيت روحك اون غوتاغ حاول تدارك، وكانك سابقه اهو كتولي تاخذ راحتك. نحكي بيان سور على الصعيد اليومي وعلى الصعيد الاسبوعي. اي بوي تاكد ديما من انك تاخذ الحاجه اليوميه نتاعك من النوم، اكثر حاجه هي ناقصتك يا نهار. حتى لو كان انت ما تقعدش بالباهي في الليل حاول تعوض في ساعات النهار. حاول تعوض ساعات النوم نتاعك في النهار دونك بقيلوله صغيره. دونك الديفي نتاعنا كيفاش باش يكون؟ كل نهار في الصباح انهار تحضر ليستا بالحاجات اللي لازمك تعملهم في النهار هذاك. ترتبهم كل نهار حسب الاولويه. تحدد الوقت نتاع كل مهمه، واخر النهار تقيد عدد ليتاش اللي اتممتهم من جمله ليتاش اللي انت بريفيو باش تعملهم. وتورينا الليستا نتاعها. لا مش كل يوم، نتحاسبوا معها بوتيت نجموا نسقي وياها كل يوم، لكن معكم انتم نحكيو اخر الجمعه. فهمنا؟ بيان سور تحضرنا قداه كان وقت الراحه اللي خصصته روحك، وقداش من ساعه رقدت كل نهار. ونتحاسبوا بيه ان شاء الله نهار السبت الجاي. حطي بالك نهار ولي انت كيما الناس اللي تسمع فينا كيف يحبوا يعملوا تيست هذايا نتاع تنظيم الوقت، تحب تجرب الدافي هذايا، ديما حط في بالك اللي دافي من نوع هذا لازمو حاجات مهمه برشا حطهم في بالك. اراده في انك تنظم روحك، يعني فولونتي انك تنظم روحك، لازم شويه صبر وافور. بيان سور مش من نهار الاول كل شيء باش يتنظم. برشا افيكاسيتي، يعني لازمك تكون فعاله، ما معناها تو ليس با باسي، معناها بي اوكي تم تنظم سويعه اخرى ولا ساعه اخرى تنقوم نكتبها كليستا كل نهار بنهار. بيان سور باش يكون لك صعيب الحكايه هذيا نهار الاول ونهار ثاني، بعد كي تاخذ على الريتم وسيرتو مصداقيه مع روحك قبل ما تقول تكون معنا احنا. فهمنا؟ فهمنا. ديجا عندي زوز ليستات باش نكتبهم انا. هي ليس الليستا الاولى اللي هي نتاع ديفي، والليستا الثانيه نتاع باش تجيبوا لي ما. واضح واضح، انت هكا بتنظم في افكارك سي بون. واضح. انتم كيما انهار ديفي معنيين به زاد علاش اللي يحب ينظم اوقاته وينظم روحه. تسمعوا النصائح يوميا مع سناء لقيت هذايا. كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.